صباح الخير نور. يسعد صباحك سلمى. صباح الخير إليك ولجميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها معكم فيها محطات عديدة من المحافظات السورية، وأكيد لدمشق حصة برحلتنا، لكن كالعادة مع بداية كل نهار بنتمنى هالنهار يحملكم خير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج يا رب لكل الناس. أكيد يسعد صباحك نور، صباح الخير لكل مين عم يحضرنا اليوم برحلتنا الصباحية. طبعا مواضيع عديدة رح تكون ضمن محطاتنا ومع ضيوفنا الاختصاصيين، وأكيد طبعا دمشق عم تعيش حالة من طبعا الحراك السياسي. عنا ضيف عزيز جدا وهو الرئيس الإيراني اللي ما زالت لليوم زيارته مستمرة. صحيح، وهو يمكن جدا قوية مو فقط على الصعيد، نحن عم نحكي العربي على الصعيد الدولي والعالمي. أكيد هي رسالة بأن انتصار، بأنه المقاومة قاومت وانتصرت، وأكيد هي رسالة كتير مهمة. محطاتنا العديدة راح نبلشها ولكن بعد الفاصل. أما هلأ سلمى خلينا ننتقل لأولى تقاريرنا لليوم لنحكي عن التوت وفوائد التوت، خلونا نتابعها بالمعدة التالية. التوت شجر يزرع للحصول على ثمرته، وله أنواع كثيرة ومتعددة، يحتوي على مغذيات مكافحة للسرطانات، إلا أن التوت البري بالأخص يحتوي على نسبة عالية جداً من المواد الكيميائية النباتية وتدعى الأنثوسيانين. أنواع التوت وفوائده: التوت البري يساعد في السيطرة على التهابات المسالك البولية، ينشط الدورة الدموية في جسم الإنسان، يحمي الإنسان من الإصابة بتصلب الشرايين. التوت الأسود يساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها، يساعد على التخلص من السموم في الجسم والحفاظ على مرونة الجلد. يتم استخدام أوراق التوت الأسود لعلاج التهاب اللثة ووقف نزيفها. التوت الأحمر يعتبر من الفواكه المثالية للمصابين بداء السكري، ويساعد في تنظيم ضربات القلب وإنتاج الطاقة. وأخيراً يحمي من أمراض العين بسبب وجود الأنثوسيانين. أما هلأ نور فكمان رح نتعرف على معلومات جديدة، وبعض منا رح يكون عن الرياضة، خلينا نتعرف عليها أكثر بهالتعلم. ثمة أشياء لا تعرفونها عن الرياضة وسوف تفاجئكم بقدر ما تفيدكم. العدو لخمس دقائق فقط يطيل حياتك. ممارسة الرياضة صباحا تساعدك على النوم أفضل ليلا. لا يمكنك خسارة الوزن في منطقة معينة من الجسم، ولكنك تستطيع شد عضلات معينة. ممارسة الرياضة بين 3 و5 مرات في الأسبوع قد تعالج الاكتئاب الخفيف أو المتوسط عند الراشدين. ممارسة الرياضة لها فعالية التدليك في تخفيف تصلب العضلات. إذا تشنجت عضلة قدمك أثناء الركض أو المشي، قد يكون جسدك بحاجة إلى الماء. القيام بتمارين الليونة وأنت ثابت في مكانك قبل ممارسة الرياضة قد يضعف قوة العضلات وطاقتها. تمارين الدفع أفضل تمارين للذراعين. تمارين شد المعدة في وضعية الاستلقاء هي أكثر التمارين فعالية. تطلق التمارين الرياضية مادة الإندروفين التي ترفع مزاجك وتساعد على تخفيف آلام الرأس والتشنجات وآلام الظهر. المشي مهم تماماً كالعدو إذا أردت الحفاظ على صحة جيدة وإبعاد الأمراض. الاهتمام بنوعية الحياة المثلى التي تريدها لنفسك يحفزك على دخول النادي الرياضي أكثر من التركيز على خسارة الوزن. أما هلأ سلمى ننتقل لأولى محطاتنا لليوم بعالم الطب لنحكي عن العيون. بنعرف قديش مهم النظر، لنحكي عن حالة اسمها الغمش أو الغطش أو كسل العين، وهي ممكن تصيب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. قديش مهم اليوم نكتشفها بمرحلة مبكرة لأهمية ضبط المشكلة وعلاجها، لأنه مع تأخر المشكلة بصير الموضوع صعب جدا. صحيح نور، مثل ما قلتي هي بتصيب الأطفال بمراحل الطفولة المبكرة، أو ممكن إذا ما تم علاجها بعد السن المحدد يؤدي هذا الشيء لمشاكل كثيرة. طبعا رح نتعرف عن الأسباب وشو يعني كسل العين عند الأطفال أو بالعموم، وكيف ممكن يكون علاج هذا الموضوع. كل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو طبعا الدكتور جهاد نويلاتي، وهو اختصاصي بأمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين، يسعد صباحكم.
صباح الخير. رح نبلش مثل المقدمة اللي حكيتيها، اللي هو اللي بنقله الأمبيروبيا كمصطلح طبي، أو الكسل الوظيفي، أو الغطش، أو الغمش. هلأ هو المصطلح نوعاً ما غامض والفكرة غامضة، لنقدر نبسطها. هلأ تعريفاً، الكسل الوظيفي هو خلل التطور العيني البصري العصبي بخلال المراحل الطفولة الأولى. طبعاً تعريف غامض، خلينا نشرحه شلون بتصير. يعني قبل هلأ حتى أشرح شو هو الكسل، بدي أشرح كيف تتم الرؤية عند الأطفال. يعني مثل ما بنعرف بشكل مبسط انه العين تاخذ صوره من المحيط، تنتقل بالسبيل العصبي بالعصاب تصل للدماغ. عندي العين يمين وعين يسار، الدماغ بيحصل على صورتين بيدمجهم وبيشكل صوره للمحيط. فهيك اليه بشكل مبسط كيف تتم الرؤيه. هلا الكسل هلا خلال مرحله الطفوله الاولى، يعني وقت ببلش الطفل يتعرف على المحيط الخارجي، عم ياخذ صور من العينتين ينقلها للدماغ، الدماغ عم يشكل فكره عن المحيط. هلا بتنضج خلال السنين الاولى من الحياه، من 3 شهور لست شهور، هي الفتره الاولى، وبعدين ممكن خلال الاول 3 سنين. هلا شلون بيصير كسل وظيفي؟ الكسل الوظيفي بيصير الخيال يلي بيجي من احدى العينتين مشوه، تمام. نعطيك هالفكره، مثلا لسبب ما العين وحده فيها مشكله، بتكون فيها ضعف نظر كثير او في حول او فالدماغ رح ياخذ صوره من هي العين، هي عباره عن صوره مشوهه. هو رح يقدر يكتشف الدماغ انه هي صوره مشوهه، فشو رح يساوي؟ رح يساوي تثبيط للصوره اللي بتجي من هون، رح يعتبر الصوره اللي جايه من هي العين هي صورة مشوهة، وينضج الدماغ والجملة العصبية على أساس الصورة اللي جاي من هاي العين، تمام، إنه هي صورة مشوهة، فصار اعتماده على العين الثانية بشكل كامل. من هون مع تطور سنين الحياة، حتى لو صلحت الخلل يلي هلا مثلا سببها هاي العين اجت صورة مشوهة، سبب عيني، تمام، ضعف حول انسدال مهم أو ساد، هلا حتى لو صلحت هالخلل بعد عمر 8 سنين مثلا، انه مثلا في عنده مثلا فيها 6 درجات هاي العين، وصل خيال مشوه بالمراحل الاولى من الحياه، الدماغ شافه خيال مشوه، عمل له تثبيط، يعني صار هي عين كسوله. هلا بعد 8 سنين لغيت السبب انا، تمام. هلا لو ما كان في، لو ما كان مصبطه الدماغ، كان هي الصوره وقت صلحتها بنظاره اجى اخذها للدماغ واعتبرها طبيعيه. هلا بهي الحاله نضجت الجمله العصبيه البصريه انه هي العين خيالها مشوه، تمام. فحتى بعد 8 سنين لا يمكن علاجه. فهو تعريف انه سبب عيني ادى لحدوث خيال مشوه، الدماغ رفض الصوره المشوهه من هذا، نضجت الجمله العصبيه انه تهي الخيال البصري من هي العين هو مشوه، فنضجت اعتماده على عين واحده. شلون انا بقدر اكتشفه؟ مثلا انا بيجي لعندي مريض ماله منتبه على هالقصه، اكتشفها بعمر 10 سنين، تمام، انه والله عم يغطي عين واحده واضحه واحده ما انا واضحه. اجى لعندي عمره 8 سنين، عمر 10 سنين، يعني هي المرحله فوق ال 12 سنه لا يمكن علاجه فوق ال 12 سنه. فوق ال 12 سنة اجى لعندي، لقيت عين ضعيفة فيها مثلا 4 درجات مد، عين ثانية ما فيها. هلا حطيت له على النظارة 4 درجات مد، المفروض لو ما كان فيها كسل يوصل ل 10 من 10. صحيح. حطيت له 4، اعطاني 1 2 3 تحسن، بس ما وصل أكثر من هيك. شو بيقول لي ليش ما عم تتحسن؟ بقول له هي عين كسولة. شو السبب؟ لأنه نضجت الجملة العصبية البصرية عندك بمراحل الطفولة الأولى وما عالجناها. يعني بقول له لو كان عمرك 5 سنين أعطيتك نظارة وغطيت العين السليمة، العين المصابة كانت تحسنت للعشرة من عشرة. فمن هون عندي النقطة الحساسة بكشف وعلاج الكسل الوظيفي، لأنه هو عم يترك بصمة طول الحياة. هذا اللي بدي أسألك عنه. يعني بالبداية نحن بنعرف، يمكن مثل ما حكيت خلال حديثك، الاكتشاف المبكر للمشكلة، نحن فينا نحل المشكلة بشكل أوضح وأسرع. خلينا نحكي عن أسباب الخلل بالبداية وكيف أهمية الفحص الدوري. أنت ذكرت يمكن بشكل سريع، يعني خلل أي خلل عيني، بس خلينا نحكي عن الأسباب اللي ممكن أي أم هلأ اليوم ممكن تكون غافلة عنها أو تنتبه لها، بعض الأسباب وبعض العوارض اللي ممكن أنا لازم أخذ ابني على الطبيب. خلينا نتفق يعني كيف بدنا نكتشفه، حتى يعني من هون نفوت بالأسباب. خلينا نتفق على معلومة عامة، حتى لو الأم ما شكت بأي شيء عند الولد قبل سن المدرسة، يعني بعمر 5 سنين لازم يفحص طبيب عين، يعني يفحصه طبيب عيون. هلا الفترة اللي قبل 5 سنين، هلا هون إذا ما لاحظت الأم المشاكل اللي رح نذكرها بتقدر تستنى لعمر 5 سنين. هلا المشاكل الأولى، أهم شيء
بسنين الحياة الأولى، المشاكل اللي بدها تنتبه عليها الأم أنه شكل العينتين مثل بعض، الحدقة مثل بعض، ممكن ينبه عليها طبيب الأطفال عادة يعني هون، أنه بحيث أنه ما لا شايفة نقطة بيضة، شايفة أنه شكل العين طبيعي، هي أول نقطة، شكل العينتين متناظر. إذا أي خلل بهي أكيد رح تراجع طبيب عينية. أحد الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الكسل أنه مثلاً القرنية تكون فيها مشكلة، فيها كثافة قرنية، فيها نقطة بيضة، ممكن وجود المي البيضة الولادية وارد، ممكن يكون أي سبب مرض عضوي بيؤدي لكسل وظيفي، بس هذا ملحوظ بالنسبة للأهل. فرح نقول أول شغلة يعني خلال أول سنة من العمر الأم تغير شكل العينتين، فرق شكل العينتين بين بعض، هذا يستدعي زيارة طبيب العينية لنشوف المشاكل العينية اللي قد تؤدي لحدوث الكسل الوظيفي. هلأ بسنين الحياة الأكثر وقت بيبلش الولد يدقق يحدق مثلاً، غالباً العين اللي فيها يلي ممكن تطور كسل وجود الحول، يعني مثلاً عم يطلع بعين عم يثبت فيها العين الثانية غالباً مايلة لجوة تمام للإنسي أو للوحشي، أي خلل بتوازن حركات العينتين كمان هذا لازم الأم تنتبه له تمام، بحيث أنه تراجع طبيب عينية لنكتشف السبب، لأنه أهم سبب معروف لو حدوث الكسل الوظيفي هو المرتبط بالحول تمام، يعني حول العين عم تشوف خيال صحيح، العين الثانية اللي فيها حول عم يصل الخيال مشوه، الدماغ عم يشوف خيالين ما لهم مندمجين مع بعض تمام، في حول يعني عين يعني ما عم بيقدر يدمج خيالين، الدماغ الخيال اللي جاي مشوه وفي حول رح يعمل له كسل وظيفي تصبيط، فلذلك اهم سبب له هو اللي بيترافق مع المد والحول الانسي. والمشاكل اللي ممكن يلاحظوها الاهل هو وجود نقطه بيضاء بالعين او حول، او حتى احيانا فكره كثير بسيطه انه فكره وجود الانسدال، يعني مثلا الجفن احيانا بعض الاطفال بيولدوا عندهم انسدال ولادي، شو يعني انسدال؟ يعني جفن نازل فبيغطي مركز النظر، فهون ما عاد اجت الصوره للدماغ فهي صارت عين كسوله تمام، هو سبب بسيط انه مغطي العين السليمه ممكن يفتحها اكثر او ممكن نعمل عمليه للانسدال او نعالجه، يعني كل سبب بيؤدي لوصول خيال مشوه للدماغ رح الدماغ يعمل عليه كسل للخيال المشوه ويعتمد على العين الثانيه. هلا ممكن تساليني سؤال، ممكن يصير الكسل بالعينتين؟ ايه طبعا، بس عاده بتكون عين اكثر من عين. شو الحاله اللي بتصير فيها كسل بالعينتين؟ غالبا درجات الضعف النظر المديه العاليه، يعني واحد عنده درجات مد عاليه مثلا وحده بتكون 12 وحده 6 7. هلا هون اذا ما لبس نظاره الولد صارت الصوره المأخوذه من الدماغ هي صوره مشوهه تمام، فنضجت الجمله العصبيه البصريه بعد العمر 8 سنين ما عاد نقدر نحصل على نظر صافي 10 من 10. هو صحيح يعني دكتور حضرتك عم تقول كل المعلومات بتسلسل، لهيك نحن عم نحاول ما نقاطعك، ولكن في بعض الاستفسارات الصغيره. حضرتك قلت انه هو الطفل بعمر صغير ممكن الاهل ينتبهوا على بعض الاشارات، في كثير حالات تم عمل عمليات لها من اللي بيعانوا حول مع كسل. صح. مع كسل بس بعد فتره من الزمن بيرجع مره ثانيه هي العين بتضعف، هل هو سبب بانه مثلا العضله بتتغير بترجع مره ثانيه، ممكن يصير تدخل جراحي بعمر اكبر او شو؟ تمام، خلينا هلا نفوت بالعلاجات. هلا اهم سبب لاني انا عالج الكسل اتفقنا شرط العمر يكون طفل صغير. صحيح. العلاج خلينا نفترض عمل عمليه هو صغير. لا ما العمليه بعدين بتجي، اول شيء بعالج الكسل بعدين بعمل عمل جراحي، لانه العمليه يعني غالبا عمليه الحول، انت ذكرت فكره الحول، عمليه الحول على عين كسوله اكيد رح تنكس شغله اكيده. حتى عند الكبار يعني انا وقت بيجيني عند واحد عنده حول العين ما بتشوف بشتغل له عمليه الحول، بس انا بقول له احتمال يرجع الحول لانه هذا شيء متغير، فاول شيء علاج الكسل الوظيفي. رح نرجع على الاول، ام اكتشفت انه عين العين الولد مايله، يعني في عدم، اهم سبب اتفقنا للكسل. صح. هو الحول. صحيح. اكتشفت انه الولد عم يطلع العينتين وما في توافق بيناتهم، اخذته عند الطبيب فحص له، اول شيء فحص له قدره بصريه، العين اللي فيها حوال غطى له هذيك اكتشف انه ما له عم يشوف. دور الطبيب عن السبب ليش ما عم يشوف الولد، مثلا على توسيع الحدقه اكتشف انه عنده 5 6 درجات. فهلا هون حتى لو حط له اياهم، ولد عمره 5 سنين غالبا بيتعاون، حط له الدرجات الخمس درجات بس ما شاف، هون بيقول للام انه هذا ابنك عنده مد نظر عالي ساواله كسل ساوى حوال، 3 شغلات. يعني بيكون مد خلل عيني تمام،
بعدين عطى خيال مشوه سوا كسل وظيفي، كسل وظيفي سوا حوى. فهي التراتبيه. هلا بدنا نبلش بالعلاجنا الاول، بدنا نعالج مشكله العينيه، تمام؟ يعني انا اول شيء اعطيته القياسات المضبوطه للنظاره للولد، هي اول مرحله. المرحله الثانيه، هلا لو لبسته النظاره للولد بيضل الدماغ انه عم يعتمد على العين السليمه. هلا هون بدي اتجه للكسل، فانا شو بدي ساوي؟ بدي العين السليمه لا العين السليمه بدي اغطيها سكرها طبعا. العلاج الاساسي للكسل هو تغطيه العين السليمه لتنشيط تغطية العين السليمة. أنا عم بجبر الدماغ ياخذ الصورة من هي العين بعد ما صارت صحيحة، معناها صلحت حطيت له نظارة. يعني أنا عم بقول للدماغ هي الصورة صارت صحيحة، خليه يعتمدها للدماغ، تمام؟ فهلا هون بتبلش حالات التغطية. يعني تلاقي مثلا الولد أول ما معطيه النظارة، هي معلومة دائما بذكر فيها الأم، أول يوم يومين عم تغطي له العين السليمة رح تتقاتلي أنت والولد، لأنه الولد ردة فعله بده يشوف، فرح يشيل الغطاء. هو معتمد على العين السليمة، هي العين ضعيفة ما له عم يشوف، فأنا بقول له بتضلي بتغطي له لينسى الغطاء الولد، متى ما نسي الغلط صار يشوف. عرفتي كيف؟ يعني أنه غطيت له العين السليمة، هي عينه ضعيفة، الولد الدايق ما له عم يشوف، فبيجي ليشيل الغطاء لأنه بده يشوف، بيعرف أنه بشوف بهذيك العين. صحيح. متى ما الولد نسي تغطية العين القوية معناتها العين الضعيفة صارت منيحة. هلا عدد ساعات التغطية ومدة التغطية بتعتمد على درجة الكسل. في 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 ديب امبيلوبيا او غطش عميق، هي غالبا اللي بتصير بالمي البيضاء عين واحده. فلذلك هون نحن بنغطي طول النهار، انا بقول لك تكشفي له العين السليمه ساعه الصبح وساعه المساء. وبالاكيد بدي تعاون كامل مع الاهل. يعني هون يعني انا دائما بوجه الام بقول لها اذا عالجتي لابنك مزبوط بكره بيكبر بدعي لك، اذا تمام. لانه كثير حالات اجتنا، يعني انا بيجيني مثلا واحد راح يفحص شهاده سواقه 18 سنه، عمل هيك هيك اول مره بيعمل هيك بحياته، اكتشف انه ما بشوف بهي العين، فراح لعند دكتور العينيه، تمام؟ قال له والله للاسف هي ما بتتحسن، يعني انت غيرتي له مستقبله كلياته. صحيح. يعني ما طلعت له شهاده سواقه، فشو بيقول له للدكتور؟ معقول ما في علاج؟ تطور الطب وما في علاج؟ بيقول له هو في علاج بس العلاج كان لازم بوقت ثاني كان صغير. صحيح. فهون بقى بفكر الولد انه الحق على اهلي، تمام؟ فانا لذلك بستبق المعلومه بقول له للام انه هذا دورك، الولد ما بيعرف. عدم الاستهانه، لانه يعني بنعرف الولد الصغير قديش ما بيستحمل هي البصمه البصريه عنده طول عمره، وبقصه كثير بسيطه هي التغطيه. التغطيه وننتبه. يعني هلا انا بقول للام اعطيه محفزات الولد مثلا، يعني انا يعني بفكره الكسل الوظيفي لك اعطيه الموبايل، معلش اعطيه الموبايل، وحتى لو بعرف انه في له تاثير ضار خفيف، بس انا عم بكسب شي فائده مفيده كثيره انه انا عالج الكسل الوظيفي. يعني انا بقول له لابسيه النظاره وشجعي على الرسوم البصريه، يلون موبايل تلفزيون. مو انه انا بدي يغطي وينام الولد، لا بدي يشغل العين. صحيح. يعني اذا ما شغل العين ما بيتحسن الكسل الوظيفي. هلا بعد ما مثلا تغطيه لمده اسبوعين شهر، اجى لعندي اتفقنا الولد هون بعمر 5 سنين تحسنت، صار القدرة البصرية أفضل جيدة، منقلل ساعات التغطية. هلأ بعد ما أنا منتجه، يعني أنا إذا لقيت تحسن الكسل الوظيفي بس الولد لسه عم يحول، تمام؟ هون بلجأ لعملية الحول. يعني أعطيته نظارة وغطيت بس إجاني ما في توافق بالعينتين مزبوط، هون بلجأ لعمل جراحي، تمام؟ العمل الجراحي وقت بساوي يكون معالج الكسل ومعالج ضعف النظر، هون العمل الجراحي بيثبت طول العمر. اما اذا كان في كسل وظيفي اكيد رح ينقص. فهي اهم سبب لاسباب الكسل الوظيفي. بنرجع بنقول دور الاهل هو الدور الهام، والفحص المبكر هو الهام. ومثل ما حكينا بنرجع بناكد على المعلومه، اي خلل بتلاحظ بيلاحظوه الاهل حتى لو بعمر يوم، تمام؟ لانه في امراض بعمر يوم بنشوفها، طبيب الاطفال غالبا بيوجهها انه الزرق العيني المي البيضاء عين اكبر من عين، هي اكيد رح تراجع الطبيب. واذا ما لاحظت عليه شيء لعمر سنتين ثلاثه لاحظت حول بتراجع، واذا فات على المدرسه وما شكى من شيء على القليله فحص قدره بصريه. ضروري انه يكون في مراجعه قبل دخول المدرسه، تمام؟ يعني كشف دوري بشكل مستمر قبل دخول يعني قبل المدرسه. قبل 6 سنين علاج الكسل جيد جدا، بين 6 و8 فعاليه اقل، بين 8 و12 فعالية ضعيفة، فوق ال 12 مستحيل. يعني طيب سريعا بما انه ما بقي معنا غير دقيقتين دكتور، ذكرت الموبايل حضرتك، نحن عم نحكي قبل العلاج الشاشات الإلكترونية، نحن عم نشوف الأولاد بشكل مستمر، ممكن تأثر على كسل العين قبل ما نفوت بعلاجها؟ لا، هلا يكون لها تأثير على الكسل؟ لا، بس تأثير الضار عند الكبار والصغار. هو بالحقيقة نحن منضخم فكرة التأثير الضار للموبايل للاطفال. هلا لا، الاهداف ثانيه مو بس اهداف عينيه، يعني انا مثلا المشاكل الاضطرابات النفسيه اللي بيعملها الموبايل نحن اكيد نحن كتير. صحيح. اما تاثيره بالكسل الوظيفي لا. طيب هل هو ممكن يكون مفيد للموبايل وقت بغطي بالتغطية، يعني تشجيع للولد لياكد اكثر؟ هو وراثي غالبا الكسل الوظيفي؟
أو الحول الحول وراثي. هلا هو السبب اتفقنا إذا كان مد نظر درجات عالية فالمد الدرجات العالية هو وراثي. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير لك. يعطيكم العافية ويعطيكم العافية، شكرا لكم وصباح الخير لكم وللمشاهدين. شكرا لك دكتور. أما هلا سلمى بننتقل من عالم الطب والصحة لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير نور، صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. وقع رئيسان بشار أسد وإبراهيم رئيسي مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجية طويلة الأمد، كما جرى بحضور الرئيسين توقيع عدد من الاتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى، وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعية ومحضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية ومحضر اجتماع للطيران المدني ومذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط ومذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلازل في سوريا والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات. وخلال إفادة صحفية مشتركة عقب توقيع الاتفاقيات قال الرئيس الأسد أن هذه الزيارات تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات العالمية وما تفرزه من تحولات إقليمية. وأضاف الرئيس الأسد أن المشاريع التي تتم مناقشتها وهي كثيرة وعديدة ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من أثر العقوبات المفروضة علينا، مستفيدين من تغيير الخارطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجيا باتجاه الشرق. بدوره قال الرئيس الإيراني إن جمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تؤكد على دعمها للمقاومة والصمود. وأضاف الرئيس رئيسي أننا نقف إلى جانب الشعب السوري الذي واجه المجموعات التكفيرية، واليوم تخلص الشعب السوري من المجموعات التكفيرية ونحن نقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، وسنقف إلى جانبه ونثق بأن الشعب السوري والحكومة السورية سيواصلون هذا المسار. وفي خبرنا الأخير صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأنه بعد الهجوم الإرهابي على الكريملين لم يتبقى سوى خيار التحييد الجسدي لزيلينسكي. وقال ميدفيديف أنه بعد الهجوم الإرهابي لم يتبقى سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته. بدورها رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوة جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكريملين. وبحسب بيان اللجنة فقد استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكريملين في موسكو. والآن ختام الموجز، نعود إليك نورة. شكرا لك شيرين. أما هلأ مشاهدينا منتابع باقي رحلاتنا الصباحية، منتقل من عالم السياسة لعالم القانون. صحيح نور، يعني كل مرة بنحاول ناخذ موضوع كمان بيكون فيه إثارة جدل ومعلومات جديدة يمكن الناس ما تكون بتعرفها. اليوم رح نحكي ضمن فقرتنا القانونية عن سندات الأمانة أو الكمبيالات أو الشيكات أو غيرها، هي وسائل ضمان عادة الناس بتاخذها ضمن معاملاتها اليومية التجارية أو غيرها من المعاملات، وطبعا هي تعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا لحفظ الحقوق كما يعرف. لحتى نتعرف أكثر عن الفرق بين كل نوع من هي الأنواع وما هي الأكثر ضمانا وكيفية اتخاذ هي الإجراءات بشكل قانوني وبشكل سليم، كل هالمعلومات طبعا رح تطلعنا عليها ضيفتنا الأستاذة رنا ديب المحامية. صباح الخير ويعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. صباح النور سلمى وصباح الخير للمشاهدين. صباح الخير، اشتقنا لك أول شيء. صباح الخير يا نور. يعطيك ألف عافية. خلينا بالبداية نحكي أو نعرف سند الأمانة،
يعني القانوني. نحن سابقا مفهوم سند الأمانة انه يعني حدا بيأمن حدا وبيوقع على سند، بس لا يعني ضمن القانون او فينا نقول فعليا نشرعه قانونيا في له تعريف اخر ومفاهيم اخرى، فخلينا نعرفه اكثر. هو الحقيقه نور نفس المبدا اللي انت حكيتي، حتى قانونا سند الامانه هو عباره عن شيء يأتمن شخص اخر على شيء معين قابل للتداول او شيء مال، سواء مال او اي شيء. يعني هلا بالمفهوم العام انا عم بحكي اول شيء كامانه، يعني كايداع امانه. فانت بتامني حدا على شيء او على مال انه يرد لك اياه وقت انت تطلبي هذا الشيء، هو بيكون مؤتمن على هذا المال. الفكرة القانونية اللي بدي أقولها أنه سند الأمانة له طريقة قانونية بتنظيمه حتى يكون صحيح شكلا، وله طريقة كمان لحفظ الحقوق فيما بعد إذا صار إشكاليات هلا نحكي فيهم. ولكن المبدأ واحد، هو عبارة عن سند يتضمن اسم الشخص اللي خلينا نقول المؤتمن، والمؤتمن اللي هو حط المال عند حدا ذاك بنسميه مؤتمن لديه، فبأمنه لحتى حين يطلب هذا المبلغ فهو يتوجب الرد. اللي بيصير إشكاليات أحياناً أنه نحن بيكون في عنا مبلغ من المال عم يتداولوا لعمل تجاري مثلاً، هن في بيناتهم شغل بيروحوا بيكتبوا على بعضهم سندات أمانة. هلا هون في مشكله، هنا بيفكروا هلا هو طبعا سند الامانه لانه نحن عندنا جرم اساءه الائتمان بغض النظر اذا كان مال او غير مال، هو جرم جزائي. يعني وقت الشخص بيسيء الامانه فبيكون امام جريمه اسمها جريمه اساءه الائتمان، وهذه الجريمه منصوص عليها في قانون العقوبات وهي عقوبتها جزائيه، يعني في عندك سجن في حبس. اما لما بنحكي عن تعاملات ماليه بين الاشخاص فنحن بنكون امام سندات مدنيه، يعني سند عادي انه في تعامل مالي، في مال انا حطيته ليصير في شغل واستخدام لهذا المال، فانا بكون امام سند مدني. شو يعني سند مدني؟ يعني لما بيصير في عندي خلاف بين الشخصين بين الطرفين، المحاكم المدنيه المحاكم المدنيه هون هي مسؤوله اللي بتفصل. فنحن بنكون امام عقوبات الى علاقه بالمال، ما بيكون امام عقوبات سجن. الناس بترغب سند الامانه لانه اخطر، بتقول لك انا بحمي حالي، ولكن انا بقول انه لما بيكون الموضوع موضوع امانه فعلا فنحن امام سند امانه، لما بيكون امام تعاملات ماليه ومدنيه يعني فنحن امام سندات مدنيه. طيب هلا هون بما انه حكينا يعني فصلتي شوي الفرق بين سند الامانه والسند العادي، وكمان في الشيكات اللي بيتعاملوا فيها، بيقول لك انا بعطيك شيك مثلا مستحق انه انت تصرفيه بهذا اليوم او كذا. طيب ليش الناس بترغب سند الامانه؟ بس لانه في عقوبه بالسجن ممكن تكون، ولا لانه في القانون مثلا هو خلينا نقول ضاعف، يعني ضعف بطريقة التحصيل أو حتى بطريقة شروطه؟ يعني أنا بعرف مثلا سند الأمانة بده شهود أو ما بده، سند العادي بده شهود أو ما بده، يعني في شروط في تفاصيل تانية لازم نحكي عنها لحتى نعرف الفرق، ليش هاد أقوى من هاد؟ تمام. أنا بفضل سلمى كلامك وتساؤلاتك كلها بمكانها، ودائما الناس بتجي بتسألنا نفس التساؤلات اللي حضرتك عم تسأليها. أنا بفضل لحتى الناس تفهم تماما ليش ممكن تلجأ لهون ما تلجأ لهون، نحكي بشكل مفصل عن سند الأمانة. سند الأمانة أول شيء بس خليني كنت عم كفي تعريفه، إنه لحتى نحن نكون سند الأمانة قوي قبل ما نقول إمتى بنستخدمه. يعني أول شيء أنا بفضل النظمه عند محامي لحتى يكون صحيح شكلا، لأن الناس مثلا بجوز تكتب على كيفها تتخيل هي إنه عم تكتب سند أمانة، انه هي بتكون عم تكتب سند امانه. صحيح. سند الامانه له طريقه شكليه يعني صحيح. بالكتابه بيتضمن اسم المؤتمن، اسم المؤتمن لديه، قديش قيمه المبلغ. فانا بفضل ننظمه عند محامي، بفضل كمان يتنظم عند كاتب بالعدل. ليش؟ لانه بيصير سند رسمي. لما ما بننظمه عند كاتب بالعدل بننظمه بين بعض بيكون سند عادي. فالسند العادي بينطعن فيه بتزوير مثلا البصمة أو بتزوير التوقيع، أما مثلا السند اللي موثق عند كاتب بالعدل أنا ما فيني أطعن فيه إلا بتزويره كامل. يعني السند الأمانة قانونيا لأنه إحنا بنعرف القانون لا يحمي المغفلين، كمان هي لا عادة كرهية بس هي لا فعليا لأنه في لا في صغرات المحامي بيلعب عليها. يعني كلياتنا نحن بنعرف هي التفاصيل انه بيقول لك منه موثق هذا السند، ممكن يكون بفوت بعملية بدل ما انا احصل على الامانة تبعي بفوت على عملية طويلة عريضة بين انه انا فعليا اثبت انه لي حق اصلا هذا السند ولا لا. يعني هي المرحلة كلياتنا بنعرفها. تمام لذلك انا عم فصل بشكليات سند الامانة كيف بينكتب. بس بدي اعقب على جملة مشان ما تمر جملة غلط، القانون مو لا يحمي المغفلين، هي العبارة خطأ، هي عبارة شائعة. القانون يحمي المغفلين لأنه المغفل بالقانون تعريفه هو شخص مريض ناقص الأهلية. والله مو دائما، والله القصص والله يا نوارة طولي بالك. المغفل قانونا هو شخص
الشخص لا يستطيع إدارة أمواله قانونا، يعني عنده إشكالية بطريقة تفكيره، بطريقة إدارته لأمواله، ناقص أهلية، فالقانون بيحميه، بيحط له حدا وصي عليه. هو قصده مغفل قد ما هو طيب النية. لا خلينا يعني ولا طيب النية، خلينا نستخدم المصطلحات بمكانها. القانون لا يحمي المقصر بحق نفسه، القانون لا يحمي المهمل بحق نفسه، إن أنت ما بتطلع على القانون. نحن اليوم بهذا العصر، بهذا الأيام، عندنا نزاعات، خاصة نزاعات مالية شديدة جدا. صحيح. شو هو الشيء اللي بيحمينا كمواطنين من كل نزاع مالي بنواجهه؟ نعرف القانون. ما نكون مقصرين بالاطلاع على القانون. ما بدك تطلع بنفسك وتقرا، مع انه القانون متاح للجميع. وكل محامي لا توكل اذا ما بدك تدفع مال. بس اسال اهلي، انا بدي اروح اعمل اليوم تعاملات ماليه مع شخص، طب قبل ما بلش بس خليني اروح اسال اهل الاختصاص انه انا شو ساوي سند امانه، شو هو صيغته لسند الامانه، كيف بيتنظم سند الامانه، شو شكلياته لسند الامانه، شو الاشكاليات، شو بده ينطرني اذا صار في خلاف. بس اسال. هون القانون ما بيحميك. اذا انت، انا بقول القانون لا يحمي المقصرين، القانون يحمي المغفلين، لانه المغفل مو هو اللي انت بتعرفينه، انه الشخص اللي ما طب خلينا نقول حلا للنزاع الغافلين. اللغه العربيه في لها كثير مفردات ثانيه. تماما. لا يحمي الغافلين، مهمل، غافل، اللي بدك اياه، بس المغفل، لانه نحن في عندنا ماده قانونيه بتحكي عن المغفل. لا لا انا فهمت عليكي، بس مشان نكون تمام واضح للناس، يعني نحن اساسا وجودك لتفسري للناس اساسا للاطلاع بشكل موسع. واجبنا نحن نسال عن اي تفسير لأي بيخطر على بال أي مشاهد أو أي، فنحن بنحاول قد ما فينا نبسط للناس هي المعلومة القانونية ليكون عندهم اطلاع بشكل واسع. تماما. إذا سند الأمانة أولا بده يكون هو سند منظم عند محامي، منظم عند كاتب بالعدل، محدد فيه المبلغ اللي أنا مؤتمن عليه، ويكون لأنه حين الطلب لحتى يكون اسمه سند أمانة، مع أنه لا في تفصيلات لهذا الموضوع. هذا هيك نحن بنكون أمام سند أمانة. بحال صار في خلاف، يكون في جرم إساءة ائتمان، بروح أنا على المحاكم الجزائية حاكم الشخص اللي ما رد لي الأمانة لما أنا طلبته. هذا تعريف سند الأمانة. طيب نرجع لموضوع الشهود وتحريره، التحرير سند الأمانة والتفاصيل هي، خلينا نحكي عنها. وإيمت بنقول يعني طريقة تحصيل كمان سند الأمانة، يعني الناس إنه خلص أنا معي سند أمانة، إيمت ما بدي بروح بقدمه، شو بيصير لما بقدمه؟ كمان هي خطوات لازم نعرفها. طريقة تحصيل سند الأمانة. تمام. هلا أنا لما بيكون عندي سند أمانة في عن وصار وقت اللي أنا طلبت فيه المبلغ أو الشيء المؤتمن وما ترجع، خسرت أمامه مثل ما قلتي بدي طريقة لحصل فيها سند الأمانة. أنا قدامي كذا طريقة. إما بلجأ للقضاء الجزائي، للمحاكم الجزائية، لأنه سند الأمانة مثل قلت لك إساءة الأمانة هو جرم جزائي. فإذا لجأت للمحاكم الجزائية بده يتوجب علي أن أوجه إنذار كاتب بالعدل للشخص المؤتمن أو المودع، يعني الوديع اللي هو حط لي إياه وما رده. فأنا بوجه له إنذار، بهذا الإنذار بيتحدد له مدة لحتى يرجع لي إياها للأمانة. بحال مضت المدة وما رجعتها بحق لي وقتها أرفع دعوة أمام النيابة العامة أو أقدم استدعاء للنيابة العامة، ترفع دعوة بتكون المحكمة المختصة هي محكمة بداية الجزاء. هون أنا بكون أمام جرم جزائي، أنا أعطاني القانون هذا الحق. أول شيء بيعملوا حجز احتياطي على أمواله، بعدين لما بيثبت انه فعلا هو يعني مسيء للامانه فبيكون امام عقوبه حبس. تشددت العقوبه بالقوانين بالتعديلات الجديده، صار الحد الادنى لعقوبه اساءه الامانه 6 شهور حبس لثلاث سنين حدها الاعلى، كانت قبل اقل. هي لما انا باخذ الطريق الجزائي. هلا في طريق ثاني اذا انا ما بدي اخذ الطريق الجزائي، طريق الجزائي بيلزمني بتوجيه انذار كاتب بالعدل للشخص الوديع اللي حط لي الامانه. اما الطريق المدني اللي هو انا بيكون المعني فيه هون دائره التنفيذ، انا رأسا بروح بقدم طلب لرئيس التنفيذ مشان احجز على امواله. بس ممكن هون يقول انه انا بهذا الطريق المدني انا ما بكون امام حبس، يعني بكون عم بروح على الطريق المدني. ممكن هو يجي يقول انا رديت الامانه لحتى اثبت انا العكس، او ممكن يقول انه او لا يملك اموال احجز عليها. هون وقتها بصير في اجراءات، ممكن رئيس التنفيذ يرجع ياخذ قرار بانه يحول الموضوع للمحكمه الجزائيه، برجع انا بقى بصير امام، يعني برجع للطريق الجزائي وقت بياخذ رئيس التنفيذ قرار انه يحوله للمحكمه الجزائيه. في عندي طريق ثالث اللي هو اسمه مطالبه باسترداد المبلغ. احيانا نور بيكون مثلا انتهت الدعوه الجزائيه بالتقادم مدة رفع الدعوة، فأنا ما عندي إلا أنه طالب بالمبلغ، فأنا هون بيكون أمام هذا الطريق الثالث. إذا هن ثلاث خيارات أمام الشخص اللي هو يملك لصالحه سند أمانة. طيب حضرتك أستاذي خلينا نحكي، شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيوقع فيها بشكل، يعني بما أنك تتواصلي مع الناس بشكل مستمر في حين تحديد سند الأمانة، يعني بعض الثغرات اللي ممكن الشخص يكون جاهل عنها أو ما بيعرفها ويخطئ فيها، ونحن بنعرف في بعض الأخطاء الشائعة ممكن يوقع فيها. هلا أول شغلة، أحيانا ما بينكتب بسند الأمانة إنه لحين الطلب،
فممكن يتحول هيك لسند عادي مو سند امانه. فانا وقت اجي بدي طالب فيه بصير نحن امام دعوه مدنيه، بيكون اقل خطوره مجرد انه بتحصلي منه المال او ممكن ينحجز على امواله، بس ما في سجن لانه انت حولتيه من شكل لشكل اخر. ولو انه لازم نوه انا انه احيانا يعني دائما نحن اذا ما كتبنا هي العباره لازم نكتب عباره لحين الطلب، يعني بسند الامانه المتعارف عليه نور، المتعارف عليه انه ينكتب بسند الامانه انا اودعت المبلغ الفلاني لحين الطلب، ولكن دائما لحين الطلب ما فيني انا اعمل حد التاريخ وضل محافظه على صفته كسند امانه بلا. بصراحه اذا بنرجع لمواد القانون هو بصير في غلط عند العالم، يعني هلا مثلا تسالي بيقول لك لا دائما لحين الطلب، لا معلش خلينا نقول انه في ماده بالقانون المدني بتقول انه انت فيك تحدد تاريخ لسند الامانه من غير ما تحوله لسند عادي. كيف بيقول القانون المدني انه نحن لازم خليني اسميهم وديع ومودع ومودع. لما بيكون التاريخ محدد هلا بيقول لك يجب على الوديع ان يرد او ان يطالب المودع بانه يستلم ماله الا اذا كان هناك بالسند اجل محدد لمصلحه المودع، فانا ما بحق لي يعني اذا لما بحدد اجل لمصلحه المودع ما بحق له الوديع يجي له تاخذ اموالك باي وقت هو بده اياه. والعكس صحيح ايضا، المودع يحق له ان يطالب باسترداد المال اللي وضعه عند الوديع باي وقت بده اياه الا اذا كان هناك ضمن العقد اجل محدد لمصلحه الوديع، وهذا الشيء بيبين من تفاصيل العقد. اذا مو كل الحالات انا تحديد الاجل يقلب السند، يقلب سند الامانه الى سند عادي، يعني مشان الناس ما تفهم غلط، ولكن الشائع والمتعارف عليه لانه تعريف الامانه بالقانون المدني هي شيء بتوضعيه عند حدا لحين ما انت تطلبي هذا، ولكن في ثغرات لازم ننتبه لها انه احيانا بيكون الاجل موضوع لصالح المودع او لصالح الوديع، هون بصير في تفاصيل ثانيه ما بتحوله لسند عادي، وهذا الشيء اجى باجتهادات محكمه النقد. طيب قبل ما نختم استاذه رنا، سؤال سريع، بما انه حكينا عن اغلب التفاصيل اليوم، بما انه هو سند امانه يعني انا فيني اتمن اي شيء، هذا الشيء بينطبق على كل شيء مادي؟ يعني انا فيني احط مثلا سند امانه اقول انا بدي امن هذا الشخص، شو الشيء اللي انا فيني احطه بسند الامانه؟ يعني مصاري، بيوت، سيارات، مثلا بدي اترك عندك شيء بيخصني، شو هي التفصيله؟ عاده هو المنقولات اللي بتنحط كوديعه، لانه اجت تعريف الامانه بالقانون هو هو عقد وديعه، يعني شيء منقول مقابل للتداول، انا بقدر احطه عند حدا يعني اخذه من مكان لمكان واقول له هذا حطيته عندك للامانه بحوزتي، شيء مادي مقابل للتداول، هذا الشيء اللي اجى نص القانون. أكيد بالختام بدنا نشكرك الأستاذة رنا ديب على وجودك معنا، ودائما وجودك فيه معلومة مفيدة بنحب نطلع عليها عبر القانون. شكرا كثير لك. شكرا لك. أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية، ورح نضل بدمشق، احتضنت كنيسة القديس نيكولاس بالمزه حفل موسيقي لكورال، كان كورال كيان بقيادة المايسترو سمير كويفاتي. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا دينا عساف. بهذه الأصوات الملائكية والنغمات التي تتآلف بشكل منسجم، أحيت كنيسة القديس نيكولاوس في المزة بالتعاون مع مؤسسة كيان أمسية موسيقية بقيادة المايسترو سمير كويفاتي. الأولاد هدول نحن عم نعمل جهدنا أنه يؤدوا تراتيل مسيحية بغض النظر هن الإسلام أو مسيحية. وفي شيء مهم كثير أنه أنا بحيي الأهالي اللي جايين على الكنيسة واللي هن طالعين أصلاً من عيد الفطر وجايين على مناسبة عيد ثاني، ولا بتحسي بفرق نهائياً أنه نحن ننتمي لهون أو لهون. هاي البلد أنا بتعني لي كثير أنه بسوريا في هذا التوجه الجميل اللي هلأ راح تسمعوا أنتوا تراتيل بأصوات أولاد كانوا معيدين بعيد الفطر السعيد. الموسيقى والغناء هي درس وحياة، عطاء قد ما في الولد والطفل. هلأ إذا بتشوفوا هو عم بيغني عم بيرتل مبسوط ومرتاح، فهذه الروح اللي نحن بنحكيها بالموسيقى عم نأرجيها للعالم. نحن كنيستنا هي دائما بتحب تعطي الفرح، تأرجي الناس أنه نحن فرحانين رغم كل المآسي، مثل ما الرب يسوع هو مات وانصلب لكن بالنتيجة كان في قيامة وفي حياة. فنحن رغم كل المآسي اللي منعيشها في عنا فرح، في عنا قيامة، في عنا فرح الطفولة اللي هو بيعبر عن كل شيء. يعني
الأمسية تضمنت ترانيم روحية وفقرات غنائية قدمها أطفال كورال كيان بشكل جماعي وفردي، وسط حضور تناغم معها بكل فرح وشغف. كورال اليوم هو عبارة عن شيء له علاقة بتسامح حياتي وتسامح مجتمعي للأطفال كل الموجودين. نحن جبناهم لهون لكنيسة القديس نيقولاس لحتى هن يقدروا يشتغلوا يعملوا دمج مجتمعي مع بعضهم، بالإضافة لحتى هن يقدروا يعملوا دعم نفسي للأشخاص اللي هن عم يشتغلوا بهذا المكان. هذا اللقاء وهالأطفال هن بيحسسونا بالعيد. الأمسية بمثابة رسالة سلام وفرح وتأكيدا على الدور الكبير للأطفال والعمل المستمر معهم لتقديم شيء جميل وواعد. أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية، موضوع جدا مهم. كل أم تطمح يمكن يوم تربي أبناء أحسن تربية، دائما بمخيلتها بتحب تقدم لهم الأفضل، إنه الابن يكون بالنسبة لإله رفيق تقدر فعليا تعيش معه كافة المراحل، تخاوي تكون صديقته، تقدر تعبر عن مشاعره وهو يعبر عن مشاعره بكل صدق، ويمكن ما يكون في خجل. خصوصا أهم مرحلة يمكن عند الأهل اللي بيعانوا منها بشكل كتير كبير هي مرحلة المراهقة. صحيحة نور، يمكن أن المراهقة هي مرحلة تم الحديث عنها كثير، إن كان بالمقالات والبحوث الطبية أو حتى بالبرامج التلفزيونية، ولكن بيظل هذا السؤال هو المحير، كيف أنا بقدر ابني هاي العلاقة مع ابني أو بنتي بمرحلة المراهقة وكون صديق وبنفس الوقت حافظ على الحزم والقوة والقرار باتخاذ أي إجراء ضمن المنزل باعتباري الأب أو الأم. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة فادية ياسين اختصاصية تربوية. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. لما نقول مرحلة المراهقة يعني هي مرحلة كتير مهمة عند الأطفال وعند الأهل، لأنه بهي المرحلة فعليا أنت بتحصدي مرحلة السنوات الأولى من التربية وقديش فعليا فيك تكوني أم مقدمة كل شيء لطفلك. بس الجيل اليوم بيختلف، يعني نحن عم نحكي عن جيل سابق اليوم مع التكنولوجيا، عم نحكي عن التربية الحديثة، ومع ذلك المراهقة في مرحلة المراهقة إلى حساسية عند الأهل. خلينا نحكي عن أهمية مرحلة المراهقة اليوم والتعامل معها بطريقة صحية. طبعا المراهقة كفترة بدي أعرفها قبل ما أحكي عن الخصوصية الموجودة فيها. المراهقة هي انتهاء فترة الطفولة وحتى وصول إلى نهاية سن الرشد. هلأ لما أقول في مرحلة بين الطفولة وبين الشباب، في معناتها مشاكل كتير عم تكمن وين؟ بمرحلة المراهقة. المراهقة هي الفترة المعقدة أو المرحلة المعقدة ما بين الطفولة والشباب. هلأ الطفولة أحيانا بنقول طفل لقي له مشكلة بنقدر نسايره، حتى الشاب بنقدر نلاقي له حل، بينما مرحلة المراهقة مرحلة معقدة جدا. ليش؟ أنا بكون عندي طفل طلع على من صف السادس للصف السابع مثلا، كتير بتجيني أسئلة طالب أو أولياء أمور شكاوي بتجيني بتقلي بيقولوا لي ابني ما عم بقدر أتحمله، ما عم بقدر سيطر عليه. شو دائما بيسأل، بيقول أنا لم أعد صغيرا. طفل من صف السادس لصف سابع أو ثامن أو تاسع بيقول أنا قادر أعمل أي شيء، قادر أكون على قد المسؤولية، أنا ما بدي أعتمد لا على أهل ولا على أب ولا على معلم. فهون الصعوبة، المشكلة بتكون هون فيها أنا لاقي لها حل. البنت مثلا من مرحلة من طفلة لبنت، أنا صرت عندي مفاتن أنثوية أنا بدي أظهرها. الشاب نفس الشيء، أنا صرت أكثر رجولة فأنا بدي أبين لكم أنا عندي مسؤولية. هون بتكمن المشاكل اللي إحنا بنقدر نحلها. طيب أستاذة فادية، يعني هاي خليني أقول النقلة هي بتصاحبها تغيرات فيزيولوجية مثل ما قلنا بالجسم وتغيرات بالمحيط، يعني كمان البيئة بتأثر يمكن بانتقال الطفل من الطفولة للمراهقة. بعض العبارات اللي ممكن هي تأثر سلباً، أنه أنت بعدك صغير ما في داعي تسمع هالموضوع، أنت بعدك صغيرة ما في داعي توقفي قدام المراية، فبصير هن مستنيين هذا السن ليعملوا كل شيء كان ممنوع عليهم حتى لو هو لساته بكير مثل ما بيقولوا. هاي التفاصيل كيف ممكن الأهل ياخذوا بالهم منها؟ هلا أهم شيء بنحكي عن التعامل التربوي. هلا أنا كمديرة مدرسة كثير بعاني من هالمشكلة. طبعا احنا في عنا دائما تواصل مع الأهل بهاي المشكلة، دائما أنا بنبه إنه لما بهالفترة مرحلة المراهقة، خلينا نقول من الصف سابع ثامن تاسع عاشر حادي عشر، هاي الفترة كثير حساسة جدا.
فدائما انا بقول لهم تفعيل دور المرشد النفسي بالمدرسه. يعني هلا لما طالب بده يحكي اي شيء بده لنقول بنت بدها تحكي اي سر من اسرارها ما بتروح تحكي لانسه او لمديره بتروح تلجا للمرشده النفسيه. وللاسف عندنا بمدارسنا في تغييب تام لدور المرشد النفسي واللي هو اساس عمل فتره المراهقه. فانا لما اي طالب بده يجي يشتكي او يحس حاله انه عنده شيء بده يحكي فلازم يلجا للمرشد النفسي قبل ما يلجا لابوه لامه قبل ما يلجا للمعلم. المعلم مو فاضي يعطيه اي نصيحه. فالمرشد النفسي هو المسؤول عن هاي الناحيه. في شغله ثانيه، انا لما بدي انا اوجه لفتره لاي مثلا ذكر او انثى بفتره المراهقه ما بوجه بشكل جماعي. يعني ما بجيب انا والله فوت على صف بقول له انتم كلياتكم غلطانين، بجيب صاحب العلاقه اللي هو غلط وبتوجه هو بالحديث. يتحمل المسؤوليه طبعا. وفي بعدين خطوات ثانيه احنا بنحكي عنها بالعقوبات. طيب خلينا نحكي يعني من البدايه لحتى انا ما وصل لمرحله يمكن صدام مع الطفل في مرحله المراهقه. اكيد في اسس بالتربيه، الام او الاهل يعني الاب والام ببلشوا فيها تدريجيا لاقدر انا مر هي المرحله فينا نعتبر باخف الضغوطات على الطفل المراهق. شو هي الأسس الأساسية؟ يعني اليوم نحن بنشوف ناس بتقلك نحن مع التربية الحديثة، ناس بتقلك لا نحن مع الحزم. لا، لازم يكون في خط فاصل نوعا ما. إذا في حدا حازم بالبيت الأم بتكون العلاقة مختلفة، كيف فيني أنا فعليا أكسب هيدا الطفل؟ لأنه دائما الطفل بمرحلة المراهقة بيدور على حدا يكون بالنسبة له قدوة أو يلجأ له. فممكن الأم أو الأب يكسبوا هي المرحلة ويكونوا فعليا هن الأصدقاء الطفل. دائما عندما أقول كيف أكسب ابني كصديق عليه أن يقتدي بي. أن أكون أنا المثل الأعلى في نظره. صحيح. وفي المدرسة أيضا نفس الطريقة، عندما أقول لطالب ممنوع التدخين، يعني في هذه المرحلة نرى يلجأ الطالب أحيانا إلى عنف، كيف نقول له لا تضرب وهو يرى معلمه يضرب أو يتلفظ بألفاظ منيبة؟ كيف نقول له لا تدخن وهو يرى معلمه يشرع سيجارته مثلا؟ هذه إذن دائما المعلم القدوة. ودائما أقول في مرحلة المراهقة المدمرات التي تدمر هذه المرحلة هي التنمر والسخرية، العنف والضرب، قفل باب الحوار. دائما في هذه المرحلة يجب أن نفتح باب الحوار، دعوه يتكلم، يعني دعوه يعبر عن رأيه. شو الخطوات اللي ممكن يمشوا فيها الأهل بالبداية؟ أهم مرحلة التواصل ما بين المدرسة والتربية. عفوا التربية والأهل. يأتيني طالب أو تأتيني أو ولية أمر تقول لي أن لا أستطيع أن أتحمل تصرفات ابني في المنزل، عليكم أن تردعوه في المدرسة. في هذه الحالة لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا أن نتواصل مع الطالب ذاته ونستدعي الإرشاد لكي نجد حل هذه المشكلة. وأحيانا تتفاقم المشكلة، يعني عندما أقول مشكلة بمعنى الكلمة في مرحلة المراهقة. فهنا نضطر لعقد مجلس في المدرسة يتكون من الأهل طرف وسيط والمرشد النفسي وأصدقاء الطالب نفسه. لماذا وصلنا إلى هذه المشكلة؟ عند عدم إيجاد أي وسيلة نضطر لرفع ضبط هذه حالة هذا الطالب للتربية تتخذ القرار المناسب. طيب خلينا نحكي كمان، اليوم قلنا ببداية حديثنا ضروري جدا يكون في بعض الشدة والحزم، لازم يكون في حوار، بس كمان في أوقات معينة لازم في حدا بياخذ القرار، ما أترك القرار مفتوح. مين الجانب اللي لازم ياخذ الشدة والحزم بالعلاقة مع المراهق؟ هلأ دائما علاقة المراهق إما في الأسرة مع الأب والأم أو في المدرسة مع، دائما أقول مع المرشد، لأن علاقته مع المدير أو المدرس صعبة صعبة جدا، وهذا نراه في المرحلة الثانوية. فدائما أقول في مقولة لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. أن يكون هناك وسط بين مرحلتين، لا أكون حازما لدرجة أن أقضي عليه ولا أكون رخوا فلا أستطيع السيطرة عليه. أن يكون هناك حل وسط، حل وسط بين الشدة واللين. وأقول أحيانا نحتاج أن نكون شديدين أكثر من اللين في
في هذه المرحلة، لأن الطالب قد يكون خطرا على نفسه، خطرا على رفاقه، خطرا على مدرسته، خطرا على أسرته، ودائما الشكاوي تكون في هذه المرحلة بالذات. وأرجع أقول المدمرات التي تدمر هذه المرحلة هي العنف والتنمر، السخرية، وبالإضافة إلى قفل باب الحوار. يجب أن يكون أن أعطي ثقة لهذا الطالب حتى يعطينا ما يريد، حتى نسمعه، حتى نحل مشكلته، غير ذلك نكون قد وضعناه في مرحلة قفص أو في قفص الاتهام، وهذا خطأ شائع. دائما نضعه في قفص الاتهام. طيب أستاذة خلينا نحكي معك، مرحلة المراهقة تختلف إن كان ذكر أو أنثى، نحن بنعرف أنه لكل تكوين يمكن حالته الخاصة وتعامله مع الظروف. طب خلينا نعطي الأهالي بعض النصائح اليوم لكل حدا عنده طفل أو طفلة بمروا بمرحلة المراهقة، يعني ما فيني أنا واحد أقول تعامل معهم بنفس الطريقة، أكيد رح تكون الطريقة مختلفة. الأهالي طبعاً، وأنا أم عندي طالب بمرحلة المراهقة، الله يخلي لك يا الله يسلمك، أعاني أنني عندما لا أذكر كلمة كنت في طفولتي، هذه الكلمة تقال دائماً للأطفال أو لمن وصل لمرحلة المراهقة، هذا خطأ شائع. طفولتنا غير طفولتهم، هم أعانوا الآن وما زالوا يعانون تراكمات الحرب. صحيح. فنحن عشنا طفولتنا ليس كما هم يعيشونها الآن. فيجب أن نقف عند هذه المرحلة. طلاب يعانون من تراكم الحرب، من الظروف المعيشية القاسية التي نحن ربما لم نذقها، وربما عشناها بفترة في أوجها كما نقول. فمن الخطأ الشائع أن نقول أب يقول لابنه أنني أنا عشت طفولتك، أنا عشت طفولة أفضل منك، أو أنا يجب أن تكون طفولتك مثل طفولتي. هذا خطأ شائع، يجب أن لا نقارن طفولتنا بطفولة الآخرين. صحيح. لكل ظروفه وكل متغيرات، وعلينا دائما أعود وأكرر ألا الحوار، فتح باب الحوار، إعطاء الثقة بالنفس، عدم وضعه في قفص الاتهام دائما. يجب أن يكون له مسؤولية، أعطيه بعض المسؤولية، إن كان ذكرا دعه يندفع إلى أي عمل يريده، لا تقف أمامه، لا تكن حائلا أمام طموحه. صحيح، يعني معلومات مهمة كثير اليوم معك أستاذة فادية، بدنا نشكرك، شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، وتحديدا إلى جامعة دمشق كلية الأداب والعلوم الإنسانية. ومناسبة الذكرى السنوية المئوية لتأسيس الجامعة، تم انطلاق مؤتمر اليوم العالمي الأول لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين واتحاد الحرفيين على مدرج المؤتمرات. التفاصيل مع زميلتنا دينا عساف بالتقرير التالي. بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق، انطلق مؤتمر اليوم العلمي الأول لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين السوريين والاتحاد العام للحرفيين، وذلك على مدرج المؤتمرات في جامعة دمشق. نشاط يشارك فيه مجموعة من الهيئات الحكومية، اتحاد الكتاب العرب من خلال معرض الكتاب، اتحاد الناشرين السوريين من خلال أيضا معرض كتاب، اتحاد الحرفيين من خلال معرض للحرفيين الصناعات الخشبية والصناعات النحاسية، وأيضا المعرض خاص بكلية الآداب لطلاب الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه المشاركين برسائل علمية لاختيار أفضل هذه الرسائل العلمية. مشاركتي أنا بالجامعة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق، فانطلب مني بصفتي طالبة دراسات عليا من الدكتور عدنان مسلم عميد الكلية والدكتور عيسى عسافين والدكتورة فاتن حوراني، اقترحوا أنه أنا أقدم اليوم الاحتفال، وأنا حسيت أنه هذا الشيء يعني تكريم لإلي أني أنا أكون بين مع أساتذتي مع زملائي مع الطلاب. كثير كانت سعادتي، وكان يوم هيك بالنسبة إلي مميز. المؤتمر تضمن معرض بوسترات الأطروحات والرسائل العلمية ومعرض للكتاب والاتحاد الحرفيين، وذلك لتعزيز دورهم الإيجابي على كافة المستويات. اتحاد الكتاب العرب قدم آلاف الكتب كهدايا للمتفوقين، وأيضا لديه معرض خلال فترة الاحتفاء بالاحتفالية، ثم معرض دائم في كلية الآداب وبشكل دائم وبحصومات كبيرة جدا جدا بالنسبة
للطلبة. الحقيقة هذا الملتقى كتير بيساعد الحرفي بنقل المعلومة العلمية لنا، بنستفاد بهي المعلومة ونحن منطبقها، وسبق أنه عملنا تجارب بهذا المكان جامعة دمشق اللي كلياتنا حلمنا أنه نشارك بهذا الملتقى العلمي الكبير، وبالإضافة إلى أنه نشارك باتحاد كتاب العرب، اتحاد الناشرين، اتحاد العام للحرفيين. الهدف من المؤتمر رفع سوية البحث العلمي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز المنافسة العلمية بما يسهم بدعم فكرة ربط الجامعة بالمجتمع. أكيد نور، وصلنا لمحطتنا الختامية، وبنعرف أنه هلأ أيام قليلة وبتبلش التحضيرات للامتحانات، وهذا الموسم اللي كل الناس بتستنى فيه. أنا موسم الامتحانات بنحف، لا أنا موسم الامتحانات بسمن، لا أنا بفقد تركيزي. دائما الحديث بيكون عن الحالة الصحية والجسدية والعقلية اللي هن مرتبطين بحالة الغذاء، شو ممكن تقدم لجسمك لحتى يعطيك. أكيد سلمى، ونحن بنعرف يمكن الطلاب بهي المرحلة فعليا عندهم ضغط نفسي كتير كبير، وبيبذلوا أساسا مجهود مضاعف، فالصحة الجسدية إلى كمان حقوق علينا. يمكن بعض التفاصيل بنغفل عنها من كيفية التعاطي مع الغذاء اليوم، لأنه حتى حياة الطالب تنقلب، كيف ممكن ينام يسهر يدرس لساعات طويلة، فنظام الغذائي بيختلف بهي المرحلة. يعني انعكاس النظام الغذائي على طاقته الجسدية والعقلية والنفسية رح نحكي عنها أكثر مع الدكتورة نور مانسترلي، اختصاصية في الصحة العلاجية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، بعد زمان اشتقنا لك. وأنا كمان أكيد اشتقت. يسعد صباحك الدكتورة نور. خلينا نبلش يعني العشوائية سواء بالوجبات أو حتى بالنقرشات اللي بتكون بالأيام العادية، الأهل بيحاولوا يضبطوها بفترة الامتحانات. يعني إذا مسموح يأكل كل شيء نقرشات، شيبس، بيبسي، أي شيء بده إياه، بس لا فترة الامتحانات دي أعمل لك نظام غذائي. أول شيء مدى صحة هاي الخطوة؟ صح أنه أنا فجأة أقرر أني بداية سلمى قلتي بشكل عشوائي، فنحن بنعرف من هاي الجملة أنه نحن حياتنا أساساً ماشية بشكل عشوائي. هلأ الأهل كتير بيرتكبوا صراحة أوقات جرائم بحق الأطفال بلا ما يعرفوا، من ناحية الصحية الجسدية النفسية الفكرية من جميع النواحي. هنبلش مبدئياً بالناحية الصحية، لأنه أنا بهمني أني أحكي عن كل النقاط يلي بتخص الطفل صراحة من التغذية الصحية الجسدية النفسية، لأنه أنا اللي عم شوفه صراحة جهل فظيع بهي الناحية. ونحن بصراحة بدنا نربي جيل ما أنه متخلف ولا فاشل، نحن بدنا نربي جيل ناجح، دكاترة يساعدنا، يعني يساعدنا نطور حالنا وحياتنا بالأجيال القادمة. الفكرة وين؟ أنه نحن نوع الغذاء، أو أثبت دراسات كتير، مو دراسة، دراسات، أنه نوع الغذاء إله علاقة بشكل مباشر بالقدرة العقل على التركيز. صحيح. والقدرة الذهنية. يعني يا الأكل بخلينا نصير أكثر ذكاء وأكثر تذكر للمعلومات أو لا. كل ما كانت الأطعمة مليئة بالدهون، مليئة بالنشويات والسكريات الضارة، كل ما كان القدرة على التركيز قليلة عند الطلاب، وخصوصاً الأشخاص اللي بيطعموا أولادهم أول ما بيفوقوا، يعني بيصبحوهم بفنجان مثلاً ميلو أو هدول الأشياء اللي كتير فيها سكريات عالية، شوكولا، ساندويشتين بدل ساندويشة واحدة، فهون نحن تخيلي طيب بس. طيبين كل شيء مرغوب، خصوصا الميلو، نحن وصغار هذا المشروب المفضل، مشروب الأقوياء. صح. بس في كمان مشروب الأقوياء هو سبانخ. باباي ما حدا بيحبه. هذا خذي بقى اقنعي الطفل يشرب سبانخ. يلا تفضلي. نحن 20 يوم قبل الامتحانات، ما حد غير عادات صار سنين موجوده بالبيت وموجوده عند الطفل. اللي نحن بدنا انه نركز عليه انه هو نوع الاكل كثير بيلعب نوع بيلعب دور بالتركيز عند الطفل. اذا كنا عم ناكل مثلا الصبح مثلا رغيف او رغيفين خبز مع لبنه، جبنه مسبحه، بيض، من كل الانواع، شو بيصير عندنا؟ صح بيصير عند الطفل طاقه ونشاط، بس هي طاقه ونشاط بشكل مؤقت. نحن عم نرفع الطاقه بشكل مؤقت، عم نعطيه طاقه لمده نص ساعه، ساعه ماكسيموم، بعدين بصير عنده خمول، تعب. فنحن بنعطي الأشياء يلي فيها طاقة، الأشياء اللي فيها طاقة منفوت بداية نسبة البروتينات، لازم نرفعها نسبة البروتينات
قبل فترة الامتحانات وبعد فترة الامتحانات، إن كانت بروتينات نباتية أو حيوانية، من العدس، من الحمص، ممكن نحن من السبانخ موجودة كمان عنا، من مصادر حيوانية مثل لحم الدجاج، ديك رومي، تونة، هدول الأشياء كلياتها مفيدة، بتعطينا شعور بالشبع وطاقة وبتعطينا نشاط. ما في طفل يجي يقنعنا انه هو قاعد 10 ساعات على الكتاب. دراسات اثبتت انه الطفل ما بيقدر يركز اكثر من 60 دقيقه بالساعه، يعني الساعه الواحده هي كافيه بس متواصله. نحن كل ساعه صحيح. لازم الطفل يعمل بريك من 5 لربع ربع ساعه، يعني 5 دقائق ل 15 دقيقه ياخذ فيها بريك، يتمشى بالبيت، ينشط حاله، ياخذ فيها شيء مغذي، مثلا قطعه تفاحه، برتقانه، ياخذ فيها شيء سناك صحي، مو شوكولا. شوكولا نحن ما فينا اختي، شوكولا طيبه، بترفع هرمون السعاده. بين التحيز هلا دكتوره. بس شو، بس بشكل مؤقت. كل شيء نحن بنعلمه لأطفالنا باللاوعي، يعني من نحن وصغار انه نحن نتعود عليه باللاوعي، هذا بدوم مع الشخص وبكبر هذا بدوم. بس هلا لما يكون بالبيت لحاله وبقى لما يروح بقى على المدرسه والروضه، هون الانفتاح. انا قديش فيني اعمل اعتدال؟ يعني هلا لما نقول شوكولا، فينا انا مثلا شوكولا المره، شوكولا السوداء، فيني انا ادخل بعض القصص، مثلا روح للسكريات، لما نحكي عن الفواكه المجففه، يعني في بدائل بنفس الوقت ما احرم، لانه في محيط يعني صح. بيلعب دور حتى لو قد ما ضبطتي للطفل، بس بدك تعملي كنترول. يعني أنا عندي طفلة إذا بدك ما سورية، بس ما أنا مربية هون، مربية بالسويد، بتعطيها شوكولا ما بترضى، عندهم يوم فري بس من الأسبوع، بتعطيها تفاحة بتطير عقلها. نحن هذا اللي أنا عم بحكي، بدنا نربي أولادنا على الشيء اللاوعي. يعني نحن كل عمرنا بنقول له إذا بتجيب 10 أنا رح أشتري لك شوكولا، رح أشتري لك ثواب والعقاب. أنا لما كانت مربوط أنا صغيرة، ماما تقول لي بتروحي على دكتور الأسنان وأشتري لك بوزة، أو أنا كانت تعجبني. دائما بنربط المكافأة بالأكلة الطيبة السيئة، لازم نربط دائما المكافأة بالشيء الصحي اللي مو متوفر دائما. يعني أنا مثلا مو متوفر بكل بيت كل يوم أناناس صح، بس أنا بقول له مثلا إذا أنت بتجيب علامة كاملة أنا بجيب لك أناناس، شيء ما أنه متوفر بنفس الوقت صحي. هلا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم امتحانات بيلجأوا كمان لشرب الكافيين كثير. صحيح، هذا كمان معلومة كثير مهمة، إنه نحن ما لازم نبدأ نهارنا من فنجان قهوة أو فنجان شاي، إنه كمان الشاي فيه كافيين، نحاول نبلش بمي. أنا بفضل مي، إذا ما بنقدر بس الولد ما بحب المي، ممكن نعطيه عصير، بس عصير طبيعي ما نوع عصير صناعي. السكريات الموجودة بالعصير الطبيعي هو جلوكوز، سكر طبيعي، نحن بحاجة بيعطينا بنحرق بسرعة. أما العصائر المصنعة اللي هي فيها سكريات عالية، هي صراحة لا إلى فائدة، وبس فيها سعرات حرارية وبتخلينا دائما انه نتعود عليها وهي ما لها اي فائده. نحاول الكافيين اوقات بيسالوني ايمتى انسب وقت لناخذ قهوه او كافيين. انسب وقت نحن لما بنفيق بكون عندنا نشاط وطاقه وهيك، بتبلش بتخف بعد الساعه 11 12، هون ممكن انه نمرق فنجان قهوه الصف التاسع او البكالوريا. يعني بهذا الوقت بصير هن بيشربوا بيلجأوا للكافيين ليضلوا مركزين، ترجع ناخذ طاقة ونشاط، ترجع بتنزل بالساعة 4-5 هون ممكن ناخذ. أنا بتذكر بالصف التاسع أخذت فنجان قهوة، ضحكوا علي، إذا أخذتي قهوة بتضلي سهرانة للصبح. نمت، بتضلي سهرانة للصبح إنه مركزة بالدرس. أنا شربتها من هون نمت، بالبكالوريا تطورنا شوي، أخذنا مشروب طاقة على أساس مشان نبقى مصحصحين، كمان أخذته من هون نمت. فنحن هي إذا بدنا ندخل أساساً هي النوع من المواد، ما بصير ندخلها بشكل مفاجئ بوقت الامتحانات، مفروض إنه نحن نكون متعودين عليها، بس أكيد هي سيئة وعادة سيئة جداً. صحيح. هلأ بدي أحكي على توزيع الوجبات، هو كثير مهم، لازم كل ساعتين ثلاثة نحن ناخذ وجبة مختلفة عن الثانية. ليش؟ لأنه نحن المعدة لما بتفضى بتصير هيك يعني مزعجة، بلش بتخلي المخ يفكر فيها. كمان غير هيك إنه بيبدأ الدماغ بيفقد الطاقة اللي هو نحن بنحصل عليه من السكر، السكر اللي بناخده من الأطعمة، يعني السكريات الطبيعية. لما بنقول سكر مو سكر أبيض أبدا ولا سكر مضاف، لأنه هذا ولا ما له أي فوائد. كثير بيجوني السيدات بيقولوا لي انه بناتي عم مثلا عندهم صف تاسع ما عم يقدروا يركزوا لاخذوا سكر او شيء حلو او ثلاثه، هدول الظروف النسكافيه مع كافي ميت وهدول الاشياء السيئه.
هي ما بحياة على السكر عم ينزل السكر عندهم لأنه ما عم ياخذوا سكر. سكر بحياته ما كان له أي فائدة. السكر الصحيح الطبيعي بناخده من الفواكه هو اللي مفيد لصحتنا. ناخد تمر، ناخد زبيب، ناخد البدائل يعني فواكه 100%. السناكات لازم كل ساعتين لثلاثة، وكمان شرب المي مهم كتير حتى ما نجوع نضل عم نفكر بالأكل والنقرش. أكيد. طيب هي بالنسبة للوجبات المتفرقة، خلينا نروح للوجبة الأساسية اللي هي الأم كتير بتهتم فيها اللي هي وجبة الغداء. تمام. يعني فبتقول بدي أعمل له أكلات تقويه، بتبلش باب الأكلات الدسمة والأكلات اللي بدها وقت لتهضم، اللي بتعمل تقل، اللي بيحس حاله ممكن ساعتين ثلاثة راح نهاره وهو مقدران يهضم الأكل. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، أنه لا هو ما بدي أعمل له ريجيم، بس بدي أعمل له نظام يقدر يعطيه طاقة وبنفس الوقت يسد جوعه. هلأ نحن متعودين على مقولة العقل السليم بالجسم السليم. صحيح. والجسم السليم والصحي بيجي من نوع الأكل الصح. نحن لما بيكون الصحن منوع، اللي هو أول شيء بنبلش فيه بالألياف اللي هو بالسلطة، إذا ما حدا ما بحبوا السلطة فينا نقرش خيار، خس، فليفلة، أي نوع من الخضار نبدأ فيه. بعدين لازم يكون الطبق بيحتوي على أي نوع من البروتين ليعطي شعور بالشبع. مثل ما قلنا بروتينات نباتية متوفرة بكل بيت، بروتينات الحيواني ما متوفرة بكل بيت، بس موجود عنا بدائل. تمام. يعني نحنا عنا تقريبا 200 جرام من العدس بيعادل 100 جرام من الدجاج، فنحنا هذا الشيء كمان في عنا يعني القدرة الشرائية صح خفت، بس هي ما منعزلين عن الواقع. ما نعزل موجود مثل ما قلت لك، في دائما بدائل صحية وتكلفة قليلة. يعني صحن مجدرة ضروري ممكن يغني بس نحن ما نكتر زيوت ونكتر دسم ونكتر زيت. أدي لما الواحد بياكل صحن فول هيك مدمس ودسم وفيه زيوت كتير، صح الزيت فيه أوميجا 3، صح هو مفيد للذاكرة ومفيد للقدرة الذهنية، بس بالنهاية كمان لما بيكون كمية كبيرة مع الفول هيك ممكن الشخص يترخم، ما عاد يدرس، ما عاد يقدر، ما عاد. يعني نحن الكبار بيوقف دماغنا عن التفكير كيف الصغار. فنفس الشيء بدنا يكون الصحن مقسم فيه ألياف خضار، فيه بروتين، مصدر من البروتين ومصدر للنشويات. النشويات إذا شخص عن جد حابب إنه يلتزم ويكون عنده طاقة، إذا البنات لازم يكون ياخدوا نص رغيف خبز، الشباب رغيف الضعف لأنه طاقتهم أكبر. بنفس الوقت إذا فينا ناخد برغل أو رز أو معكرونة مثلاً، بس تكون الكمية قليلة. يعني نحنا ما هالوجبة رح نرجع ناكل وجبة ثالثة وثانية ورابعة، بس نحنا بدنا نفهم إنه هاي الوجبة مو آخر وجبة حناخدها خلال النهار، يعني ما ناخدها للتخمة. دايما نخلي شوية مكان لحتى نرجع ناخد بعد ساعتين سناك، يعني ما ناخدها للشبع. دايما نقوم عن الوجبة قبل ما نشبع بشوي. لا نحن الاكل على قد المحبه، تمك تاكل لحتى لحتى خلص ما عاد فيك تقوم. الامهات كل شوي انه حبيبي عم تدرس انت لازم انا طعميك. هلا الامهات دائما بحسسوكي انه انت ما عم تاكلي، يعني الام هي بتعبر عن محبتها بالاكل، امهاتنا بالاكل بطريقه وهي بتعني لهم بشكل كبير. بس شو هي الاخطاء الشائعه اللي بيقوموا فيها الامهات من خلال التغذيه؟ يعني انا بربط يمكن الاكل له علاقه كمان بالذكريات والطفوله، يعني الام بتعبر بهي الطريقه. صح. بس بعض الاخطاء اللي لازم لا نوقف عندها فعليا بهي المراحل، لانه بنعرف في بعض الاكلات فعليا بتنشط الذاكره، بتلعب دور كتير كبير فعليا بتحفيز الذاكره. اليوم هلا نحن الله خلق لنا كل شيء بهالكون له شيء مقابل له بالطبيعه، يعني نحن الدماغ شيء اللي بيشبهه جوز. هو الجوز، فالجوز بنربطه دائما بالدماغ انه بيقوي الذاكره. الكلاوي بتشبه الكليه، بتشبه الكلاوي الفاصوليا، الكلاوي عايشة خانه معناتها هي مفيدة لصحة الكلية. السبانخ كل شيء لون أحمر، بندورة، فريز، فليفلة حمراء، شوندر، كل شيء لون أحمر بيشبه لون الدم فهو مفيد للدم ولتقوية الدم. الحديد مثلاً بيقولوا اللي بيأكل السودا بيقوي، اللي الشخص عندهم فقر دم بيأكل سودا. ما في شيء بهالدنيا ما بيشبه شيء بالطبيعة. فنحن بدنا ندور شو هي الاشياء اللي بتشبه اعضاء جسمنا وبنصير بنطعميه لقبلنا. فنحن مثلا الاخطاء الشائعه انه نحن بنعطيه عصائر صناعيه، العصائر الطبيعيه هي طبعا احسن، والاحسن من هيك هو المي. نعطيه حليب كامل الدسم، من مفهومنا انه الحليب كامل الدسم ممكن بيقوي عظامنا وصحتنا. دراسات الحديثه اللي عم تطلع حديثا
كل شيء حليب ومشتقاته في أمراض معينة حيكون ممنوع عنا، هي سيئة إلى دور سيء من الـ من الـ من, الـ من أكثر من الحليب مثلاً بلا دسم، اللي ما بياخذ مشتقات حليب يكون أحسن من اللي بياخذ مشتقات حليب الأشخاص على حسب أمراض مثلاً هرمونية مثلاً. الشيء اللي ما حدا بيعرفه مثلاً أو كثير ناس بتجهله إنه الفليفلة الخضراء فيها فيتامين سي 10 أضعاف من البرتقال صحيح، فنحنا والبقدونس فيه حديد اكثر من صحيح 100%. في اشياء نحن بنعرفها بس باللاوعي تبعنا بنعرفها بس ما بننفذها، والامهات بدهم يعني يا اللي عم يبكي بدها تسكته لابنها بتعطيه شوكولا بتعطيه شيء حلو او بونبون، يا اما اللي بدها على اساس عم تدلل ابنها فبضل عم تجيب له فاست فود وساندويش من السوق، يا اما اللي بتخلي دائما هدول التطبيقات تبع طلبات الاكل عند الاولاد فبضلوا عم تخليهم يشتهوا يطلبوا، هذا الشيء اكيد مرفوض. الشيء الاهم من هيك نور صراحه انت لانه ماما فبيهمك هذا الموضوع، انا مصره احط لها لبنتي كل شيء مفيد باللانش بوكس، لو ما بتاكله اخر شيء بتضطر بحط لها اياه كل يوم كل يوم بتضطر، يعني الفليفله ما بتاكله بحط لها بعد يومين بتلاقيه مضطر. شوفي مصره يعني الام بتلاقي اي شيء فيه فائده لو الولد مصره تحط له صح. بس هلا مثلا ممكن تكون عندك خلفيه علميه او ممكن مثلا تحاول كثير اشخاص بهذا المجال لهيك بتعرفي معلومات، في كثير اشخاص ثانيه ما بتعرف ما صحيح، لهيك نحن دائما بنحكي عن وغير القصص. هيك الشيء الاهم انه نحن يعني الطفل ممكن ليغير عاده بحاجه ل 21 يوم للعقل الباطن يغير عاده، فانا اذا معوده ابني كل يوم اعطيه شوكولا بعد 21 يوم عم بعطيه بدل الشوكولا تفاحه اجباري بده يتعود على التفاحه، حينسى طعمه الشوكولا، بصير كل اسبوعين ثلاثه اربعه مره بعطيها، ما في مشكله ما بحرمه من شيء بس الكميات قليله صحيح. بس انا يعني عن طريق منبركم انا بحترم التلفزيون الاخباريه صراحه، بدي اوصل رساله جدا مهمه لانه انا اذتني نفسيا. نحن عم نطالب الطفل بعشرين يوم يدرس ويجيب علامات ويركز، نفس الطفل هذا اللي هو من قبل عشرة أيام كان بالعيد ماشي بالشارع وشاف ولد بالشارع عم يشتغل على يشتغل على مرجوحة عم يطلع 5000 ليرة باليوم، نفس الطفل يلي عم يشوفه عم يدخن بساحة المراجيح، نفس الطفل يلي نحن طالبين منه يجيب علامات، نفس الطفل عم ينزل عم يشوف حدا عم بنت صغيرة عم تتعرض للتحرش بساحات الألعاب، هذا الطفل كيف بده يكون عنده هدف لبعدين يصير دكتور ويصير مهندس ويصير محامي وا 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 إذا عم يشوف إنه النجاح سهل عنده طريق إنه جلب في طرق ما أنا منيحة سهلة تماماً. الأم شو بتعمل؟ إنه بتكافئ الولد إنه نحن إذا أنت درست حنزلك على ساحة العيد. طب ساحات العيد ما لازم تكون منظمة، لازم تكون موجودة بحدائق خاصة تكون منظمة مثلاً مثل رمضان ماركت كان مثال للنجاح. كثير حلو صحيح. أما ساحات العيد العشوائية ما فيها سلامة إنشائية، ما فيها حتى الأغذية اللي عم تنباع كانت سيئة جداً. أنا انأذيت نفسياً لما نزلت وشفت بعيني صراحة دمعت عيني، قلت معقول نحن بال 2023 والعالم عم تتطور والعالم عم تمشي في حدا لسه مصر إنه نحن نضل بهي الحالة العشوائية التخلفية وينضل بحالة فشل؟ الأهل يلي شفتهم طبعاً كل أولاد ما في معاهم أهل، طب هن بيرضوا إنه أولادهم يروحوا ويتعرضوا للتحرش ويتعرضوا المرجوحة اللي عم تقلب قلب وهي مثبتة بكياس الشمنتو، ما في سلامة إنشائية. البنت اللي أنا شفتها بعيوني التنتين عم تتعرض للتحرش، هو هذا كله لازم بيندرج ضمن الأعياد بأنه نحن في عنا أيضا جهات معنية الشرطة والمحافظة صحيح. ودائما هن بيحطوا أرقام، بس للأسف دائما برجع بقول لك في كتير ناس ما ممكن أنت هلا حكيتي بس في غيرك كتير ناس بيمر بيقول هذا مشهد يومي ما بيتأثر فيه ما بيحكي على دور الأهل بالموضوع صحيح. الأهل اللي عم ياخذوا أولادهم عم يعودون على اللا انضباط،
هذا اللي انا بدي اوصله انه هنعم ياخذون على مكان غير منضبط. لما انا باخذهم على مكان فيه انضباط عم بقطع لهم التيكت، عم باخذه انا درست رحت قطعت لك تيكت، عودتك انه انت تمشي بنظام معين. فاذا انا ضبطتك برا البيت فانا حضبطك بالمدرسه بالجامعه، حتجيب علامات عاليه، حتقدر انت توصل. وكل هذا النظام متكامل. الصحه النفسيه نحن عم ناذي اولادنا بطريقه قاتلة صراحة. الأولاد اللي عم يجوا لعندي ثلاث أرباعهم مريضين نفسيا من وراء أهاليهم وطريقة تعاطيهم معهم. عم يصيروا يشوفوا إنه شو ما عملوا أنا ما عم برضي أهلي، عم يعني عم يعملوا جهدهم نقدر. لهيك بتفششوا بالأكل. تماما بتفششوا بالأكل، بياكلوا بشكل عشوائي. أنا بناء على كلامك أنا احترمت مبارح مثلا القرار طلع من محافظة دمشق إنه يقوموا جميع الباصات اللي موجودة بالبلد. هذا مظهر حضاري جدا ورقي، لانه في البعض اختلف معك لانه هو يعني رزق لبعض الاشخاص عليهم تامين صحات خاصه فيهم. هلا يعني وقتنا خلص والموضوع توسع بنضم صوتنا لصوتك، لانه اليوم تربيه الطفل هي مسؤوليه كثير كبيره. الرعايه لا تتضمن تامين اللباس والماكل، هي رعايه صحيه ونفسيه. فاكيد يعني نحن اللي ما عم نفهمه انه نحن نجيب اولاد ونزتهم. صحيح الاولاد هن الامانه برقبتكم. انا بحكي عن التغذيه الصحيه، بس قبل التغذيه الصحيه التغذيه النفسيه هي مهمه اكثر من التغذيه الصحيه. دائما مبسوطين انا بتشكر معك ونحن بنضم صوتنا لصوتك. ويمكن وقتنا خلص بدنا نختم، ودائما الحديث بقيه في محطاتنا الصباحيه القادمه. يمكن حلقه ثانيه نحكي فيها مو بس عن الاكل، نحكي فيها كمان بشكل موسع الصحه النفسيه قديش ضروريه جدا مهمة. شريكه مع الغذاء اكيد. شكرا لك نور، وبتشكر كمان الاخباريه لانه عن طريق منبركم انا وصلت فكره كثير مهمه لازم كثير من الاهل نحكي عنها كمان بمحطات قادمه اكيد. وانا بوجه كمان للجهات المعنيه انه نحن ما عاد بدنا نفشل، نحن بدنا نصير جيل المستقبل، بدنا نتطور. صحيح. هدول مظاهر التخلف نحن ما عاد بدنا اياهم صراحه. ولا يهمك، شكرا كثير لك نور. شكرا لك نور. لهون بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام. دائما بنتمنى بلدنا تكون احلى، مستقبلنا يكون احلى لاطفالنا. دائما نطمح فعليا خلال سنوات الحرب القاسيه اللي اجت علينا انه قد ما فينا نأمن مستقبل منيح لإلنا ولبلدنا ولأولادنا ما نقصر. جميع الجهات معنية اليوم بهي التشاركية، فهذا نداء يمكن اليوم بنوجهه للكل. أكيد أكيد نور، بضم صوتي لصوتك ولصوت نور كمان، ونتمنى للكل بقية نهار كلياته خير وصحة، وتكونوا استفدتوا من كل المعلومات اللي قدمناها مع ضيوفنا الاختصاصيين. ضلوا بألف خير. باي 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 باي.